زي ما تابعنا مع حضراتكم دلوقتي حملة مهمة جدا، الترشيد من أجل تأثير أكبر. هي مسؤولية مشتركة ما بين كل مؤسسات الدولة والمواطنين كمان لغرس قيمة التنمية المستدامة وأهمية نشر الوعي بترشيد استهلاك الطاقة في ظل معدلات غير مسبوقة من استهلاك الطاقة في مصر وفي دول العالم. ازاي نرشد استهلاك الطاقة والكهرباء في البيت؟ ايه الخطوات اللي نمشي عليها عشان نقدر نوفر بشكل كبير من استهلاك الأجهزة الكهربائية؟ ازاي نقدر نخفف الضغط على الكهرباء في البيوت؟ هل في ارشادات محتاجة تدقيق عشان في النهاية نوصل لمعادلة مثلا مظبوطة نقدر نخفف بيها الحمل الكهربائي في بيوتنا؟ دي أسئلة مهمة جدا هنحاول نجاوب فيها مع حضراتكم بالتفصيل. معانا على الهواء المهندس أحمد صلاح الشناوي استشاري الطاقة الكهربائية. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني ببساطة كده عايزين نقول للسادة المشاهدين ازاي في بيوتنا ممكن نرشد من استهلاك الطاقة ونقلل من الاستخدام المتزايد للأجهزة داخل البيت. ده سؤال مهم حضرتك قوي يا فندم. ترشيد الطاقه الكهربائيه ده لازم ينبع من المواطن نفسه، ان هو يبقى عنده احساس ان هو لازم يرشد الطاقه الكهربائيه لسببين. اول سبب ان هو بيقلل من استهلاك فاتوره الكهرباء، بدل ما تيجي بتكلفه ماديه عاليه تجيب تكلفه ماديه اقل. ثاني حاجه عشان خاطر الدوله، كل ما تقلل استهلاك الكهرباء هتقلل كميه الطاقه الكهربائيه المنتجه من محطات الكهرباء، وبالتالي هتقلل كميه الغاز الطبيعي اللي رايحه لمحطات الكهرباء. كلنا هنحاول نعمل استهلاك، نقلل استهلاك الكهرباء. في اجهزه كبيره، في اجهزه كثيره جدا شديده الاستهلاك للكهرباء، زي السخان الكهربائي والتكييف والغساله فول الاوتوماتيك. ليها شويه معايير. اول حاجه يعني مثلا كل الاجهزه دي في حاجه اسمها بطاقه ترشيد الطاقه، دي بتبقى موجوده على الاجهزه الكهربائيه. بطاقه ترشيد الطاقه دي بتبين ان الاجهزه دي مش كثيفه استهلاك الطاقه واجهزه معتمده. الاجهزه دي بتبقى معتمده من وزاره الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء. بنقولش عليها الاجهزه اللي هي بتصنع بير السلم زي ما بنقول. فيا ريت المواطن قبل ما يشتري جهاز يشوف البطاقه دي بتبقى ملزوقه على الجهاز عليها حرف A وB وC وD. لازم يشوف حرف A. حرف A كده معناها ان الجهاز ده سليم وكويس وبيرشد الطاقه. جميل. تاني حاجه بقى، في شويه حاجات لازم المواطن يعرفها بالنسبه للجهاز يستخدمه ازاي. السخان الكهربي، انا بستعجب من الناس اللي هي بتستخدم السخان الكهربي في الفصول دلوقتي اللي في شهر 6 و7 و8 و9 و5 كمان. درجه الحراره عاليه جدا. فما فيش داعي تشغل سخان الكهربي. الميه بتبقى نازله سخنه من الحنفيه. لكن في ناس تقول لك انا عايز اخد شاور بميه سخنه، انا عايز ميه سخنه عشان ربه البيت بتستعمله في ذبه الدهون الاواني الطبخ وبتاع. ماشي، مفيش مشاكل، ممكن تشغله بس ربع ساعه او نص ساعه ماكسيمم وبعد كده تقفله. بلاقي ناس تساؤلات تقول لك انا جالي فاتوره كهرباء كتير قوي وما استخدمتش سخان بالكهرباء. عايز اقول لك هو كلامك صح، انت ما استخدمتش سخان بالكهرباء لكن انت طول اليوم شغال سخان بالكهرباء. المايه سخنه بعد كده بتنزل درجه حرارتها بتبتدي تشتغل تاني. تنزل بتبتدي تسخن بتبتدي تشتغل تاني رغم انت ما استخدمتوش. انت ممكن تكون بره البيت، ممكن تقعد اسبوع 10 ايام شهر لكن سايب الكهرباء في السخان بالكهرباء فهيبتدي يشتغل، فتلاقي الفاتوره جايه عليك عاليه وتقول ده بيسرقوني، ده شركه الكهرباء بيسرقوني. لا، ما بيسرقش ولا حاجه، هي السخان بالكهرباء شغال ليل نهار. فيا ريت انت عايز تستخدم سخان بالكهرباء تشغله الربع ساعه ونص ساعه اللي هتحتاج فيها وبعد كده تفصله. طيب باشمهندس، خلينا نتفق ان هي الازمه مش ابدا هتكون بسبب سخان الكهرباء او ما شابهها. وحضرتك ذكرت اجهزه هي كلها اجهزه اساسيه عندنا في البيت. احنا عايزين نشوف روشته كده نقدر نستخدم اجهزتنا بشكل تبادلي، لان لن نتوقف على استخدام السخان ولا نتوقف على استخدام التكييف ولا نتوقف عن استخدام الغساله الفول اوتوماتيك او هاف اوتوماتيك او غيرها. فخلينا نقول حلول قابله للتنفيذ ان شاء الله نقدر نساعد بيها في ان احنا فعلا نرشد استهلاكنا، خصوصا انا قلت التوقف يا فندم. انا بقول سخان الكهرباء نشغله نص ساعه بس. أيوه. أيوه. ايه تاني بقى نقدر نعمله؟ فصل الصيف فصل الشتاء بقى حاول تشغله بس بالليل تبطله، يعني خلاص في الوقت اللي انت مش عايزه تبطله. ده بالنسبه للسخان بالكهرباء. مثلا الغساله فول اوتوماتيك مثلا ما تحاولش تستخدم المجفف فيها، يعني ده خلاص حاول تعرض الملابس للشمس لان المجفف ده بيستخدم كهرباء كتيره جدا وحتى غير صحي. كل الاطباء قالوا المجفف ده يستحسن تعريض الملابس لاشعه الشمس. طبعا فدي حاجه لازم تعملها.
لما الثلاجه ما تيجي مثلا الاكل ما تحطوش وهو سخن جدا، لان كده ما تحطه وهو سخن جدا في الثلاجه تبتدي دوره التبريد تاخد وقت اكتر. استنى ما تبرد شويه وبعدين بحط الصواني او الحاجات السخنه، يعني الاكل السخن ما في تقريبا. التكييف حاولوا ما تعملوه على درجه 26، يعني ما تعملوش او 24، لكن في ناس تعملوه على 18 و20. 18 و20 ده بيقعد يدي يشتغل وقت كتير جدا، فحاول تعمله على 24. افضل ايه يا فندم؟ معلش برضه عشان الناس دايما بتتلخبط فيه ان هم يظبطوا التكييف، هل على 24 ولا 26؟ ناس كتيره بيقولوا 24 هي يعني الدرجه المثاليه شويه. هي 24 او 26 يعني او 25، خلينا ناخد الوسط 25 كويسه يعني. وبرده خلي بالك حاجه برده، ان الناس بتفضل انت تحاول تشغل برده التكييف شويه كده لغايه ما يبرد الاوضه، وبعد كده خلاص يعني ما تفضلش طول الليل نايم والتكييف شغال. حتى برده زي ما قلنا الغساله الفول اوتوماتيك، حاول تعرض الملابس لاشعه الشمس. التكييف ده مضر للجسم، حتى احنا بنقول ايه ده جسمك مكسر اصل انت اتعرضت للتكييف كتير يعني. فحاول ما تشغلش التكييف كتير برده صحيا وعشان فاتوره الكهرباء. طيب باشمهندس، احنا لو عندنا، احنا عارفين ان الاجهزه الجديده ممكن يكون فيها بطاقات ضمان الطاقه او استهلاك الطاقه، لكن الاجهزه القديمه اللي عنده ثلاجه بقى لها 30 سنه واللي عنده سخان بقى له 30 سنه، اللي شاري كاتل من او يعني سخان ميه للكهرباء للشرب المياه يعني مش ماركه قويه واشتراها يعني عشان رخيصه في الثمن، يتعامل مع الاجهزه ازاي؟ خلاص زي حضرتك يا فندم ما قلت كده، يعني هو فعلا لو واحد شاري حاجات قديمه ما عليهاش الحاجات الحديثه اللي هي بتاعت ترشيد الطاقه، يحاول يقلل استعماله فيها يعني. يعني لو بقى لها 30 سنه ده خلاص عمرها الافتراضي كمان خلص، يعني المفروض بقى يجيب حاجه جديده يعني. يعني لكن لان كده بتبقى غلط عليه. وانا عايز بس اقول لحاجه، يعني بتاعت ترشيد الطاقه دي حاجه مهمه جدا. انت ممكن تنزل مثلا سوبر محل مثلا بيبيع اجهزه كهربائيه، تلاقي الجهاز ده مثلا ب 1000 جنيه والجهاز الثاني ارخص ب 800، تقول لا انا هشتريها ب 800 وما هقولش بتاعت ترشيد الطاقه. انت هتقول انا دفعت فلوس اقل، لكن مع الوقت وبتاع هتلاقيك بتخسر، هتلاقي المبلغ ده بيجي عليك في الفاتوره من غير انت ما تحس كده، ازيد من الجهاز اللي هو معلوش اللي عليه بطاقه ترشيد الطاقه. حاول تجيب بطاقه ترشيد الطاقه، لان انت عادي ممكن تدفع السعر غالي شويه عن الاجهزه الثانيه، بس هتحس بيها في فاتوره الكهرباء كل شهر بتجي لك اقل من الاجهزه الثانيه. هتوفر من ناحيه ثانيه في فواتير الكهرباء اللي هتدفعها بعد كده. يا فندم هتوفر فواتير الكهرباء من الحاجه الثانيه كده. الانوار يا فندم، انوار البيت اتعامل معاها ازاي؟ في ناس كتير للاسف الشديد بتسيب انوار يعني شغاله فتره طويله، اتعامل معاها ازاي؟ ازاي وانا قاعد في بيتي اوفر بقدر الامكان، استخدم بعض الـ 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 الانوار الموفره او اللمض الموفره عشان تقلل معايا في الاستهلاك. بص يا فندم، هو طبعا اللمبات الليد دي كلها كل الشركات دلوقتي بتقدم اللمبات الليد، تحاول تجيب اللمبات الليد طبعا وتشوفها. حاول لما تخرج من الاوضه تطفي الحجره اللي انت فيها، خلاص مش لازم تستعملها. ده بيبقى سلوك يعني، حتى في تبقى حملات توعيه ويا ريت المدارس تعملها كده، الاطفال مثلا طالع من الاوضه بتاعته او الشاب يطلع يقفل يطفي النور، دي لازم احنا نتعودها. دخلت الحمام بعد ما خلصت تطفي النور ما تسيبوش مولع، دي لازم تبقى في ثقافه شعب، ما يقولكش مالكش دعوه انا ما انا بدفع فاتوره الكهرباء. لا انت مش حكايه تدفع فاتوره الكهرباء، لازم تبقى عارف ان احنا في مركب واحده يعني. ما تقلل استهلاك الكهرباء خلاص بتقلل مده انقطاع الكهرباء، ما بنحتاجش غاز كتير عشان نشغل توربينه يعني. تاني في حاجه، لو انت في بيت فيه دلوقتي حاجه اسمها حساس للحركه، ان هو حساس للحركه ده ممكن تركبه بيشتغل اوتوماتيك لو انت داخل البيت او على السلم مثلا، لو عماره بتاع بتجيب حساس للحركه ف بيشتغل ويروح طافي اوتوماتيك، ده اسمه موفينج ديتكشن، حاجه كويسه جدا ممكن الناس تجيبها يعني. يشتغل اوتوماتيك على حراره الجسم، طول ما اول ما الجسم يقرب تلاقي الكوريدور نور او السلم نور او الاوضه نورت، وبيطفي اوتوماتيك لو انت طلعت من الاوضه. بنشوفه ساعات متطبق في بعض الفنادق يعني. تمام، كل الشكر ليك باشمهندس، يعني حضرتك وجهتنا في طرق يعني التعامل مع الاجهزه حتى لو بشكل تبادلي. كل الشكر ليك المهندس احمد صلاح الشناوي استشاري الطاقه الكهربائيه، شكرا جزيلا لحضرتك.